احنا معانا الاستاذ سهيل الريفي على التليفون. استاذ سهيل، ازاي حضرتك؟ وكل سنه وانت طيب. والحقيقه انا سعيد ان انا كنت موجود في دوله الامارات، وسعيد بما قدمتوه الحقيقه من شكل حضاري واستضافه محترمه للزمالك والاهلي في، مش عايز اقول بلدنا التاني، هي بلدنا الـ يعني احنا بلد واحده سواء الامارات ومصر. اهلا بيك في قناه الزمالك، اهلا بيك يا استاذ سهيل. اهلا بك، انا مسي عليك وعلى جمهورك وعلى كل عشاق نادي الزمالك، واشكرك على هذا الكلام الجميل، واشكركم على كل ما قدمتوه وكل الاطراء وكل وكرمكم وضيافتكم واستضافتكم هنا وحضوركم. احنا بنشكر حضرتك الحقيقه، لان التابلو الرائع اللي كان معمول في الملعب هزاع بن زايد، الحقيقه كلنا كنا مبسوطين منه، والتنظيم الرائع والاستقبال الرائع والحفاوه الغير طبيعيه اللي قدمها مجلس ابو ظبي للزمالك والاهلي طبعا، وحضرتك على راس هذه المنظومه، فبالتاكيد حضرتك تعبت كتير، فاحنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه الاستضافه وعلى المجهود الكبير اللي حضرتك بذلته في البطوله. لكن خليني اقف على التابلو الجميل اللي انت كتبته على امير مرتضى منصور، ايه السبب يا استاذ سهيل اللي حضرتك خلاك تكتب هذا البوست على امير، او التصريحات على امير مرتضى منصور؟ تقصد تصريح امس؟ بالضبط، تصريح امس بالضبط. انا والله شوف امير، اولا امير، اولا خلينا نتكلم بشكل عام. امانه البعثتين كانوا ظهروا بشكل جيد كعادتهم، ظهروا بروح رياضيه كبيره وظهروا باخلاق كبيره، لكن انا اليوم لما فريق خسران وما توفق في المباراه ويبادر بهذه المبادره ان امير بنفسه يروح للفريق الثاني ويهنيهم بالبطوله وبدون اي مشاكل، وبالعكس يعني كان اكيد كل حد مباراه مهمه وكل حد كان يريد يكسب، ولكن انا عجبتني رده الفعل اللي احنا اليوم نسمع عن قوه السوبر المصري ونسمع عن الزمالك والاهلي والشحن الجماهيري والتعصب اللي يتكلمون بشكل عام عن الرياضه، لكن اظهر روح رياضيه كبيره صراحه غير مستقربه. امير امانه تعاملت معه من سنين كثيره، رجل خلوق، رجل محترم جدا، رجل ذكي ويعرف هو يريد ايه ويعرف اللي عليه واللي ليه، وبالعكس يعني كان تعامله جدا راقي مع الناس، بما انك انت ذكرت لي امير، فبالتالي انا فعلا فعلا امير يمكن من خلال، يمكن انا ما قلت له هذا الكلام ولكن هذا حقه، ان يعني ان الناس تعرف امير تعامله مع الناس، فانا بحييه وعلى تربيته وعلى اخلاقه وعلى ذكائه صراحه.